مرحبا بيك. وبيك عايشك عايشك. الحمد لله والشكر لله عايشك. قد من روحك. انا مواطنه تونسيه بربي نحب نوجه نداء من المنبر هذايا لرئيس الجمهوريه بربي يشوف لنا مشكله في النقل ياسر تعبنا في السيس والان بربي مترو مترو اكيد مترو سرتو الوزير النقل ولا وزيره النقل انا اصلي ما نعرفهمش معناه وزير ولا وزيره ياسر تعبنا تعبنا يقعد بالساعه ونص باش يجي. احكي لي مثلا معاناتك اليومية كيفاش؟ معاناتي اليومية نخرج الستة نوصل تسعة للخدمة. معاناتي هذه اليومية المترو مثلا متاع سبعة يجينا ثمانية وربع. توصل مخر بطبيعة الخدمة؟ أكيد نوصل مخر وكل يوم مشاكل في الخدمة معناها ما أثرت لك على خدمتك؟ أكيد باش تأثر لي على خدمتي وعلى داري وعلى كل شيء. وعلى مستقبلي انا وصغاري معناها انا امراه معناها تونسيه ومعرسه معناها عندي صغار يلزمني باش نكافح عليهم ونخدمه كي بربي كي نلقى المواصلات كيف باش نوصل كيف باش ندعم ولادي كيف باش نروح كيف باش ننتج الخدمه ما هم يساعدهم مش هما مدام انت اللي تتعبوا في النقل اكثر من تتعبوا في الخدمه اكيد اللي باش صدقني نبدا رقده في الليل نخمم غديك كيف باش ناخذ المترو هاي تمنا وانا من الليل تخمم فعلا من الليل ولينا نخمم معاش قاول معلش معاش نخمم في خدمتي وليت نخمم في النقل عارفك مثلا في الخدمة ولا متقلق يرحم عرفتي على فكرة مش عارف يرحم والديك ووالديها انسانة طيبة اما الى متى انا باش نقعد اما عرفتي سامحني او روتارا او المترو اون با قداش توا الجمعة اللي فاتت تحت لنا مرتين اون با الان كملت على ساقيه للتجيه معناها مش معقول نقعدش مدام سامحني مدام سامح ياسر والله واحد تعب هذيك علاش انا والله اليوم حبيت باش نعمل نداء بصراحه المشاكل هذه من وقتاش ولات معناها مشاكل جراف والله جراف عندها برسك عام الحكايه هذه العام عام يعني قبل العام كان صبا صبا الحمد لله اما عنده عام سرتو الان والسيس هذوما مربوطين ببعضهم خاطر احنا جينا في الوسط معناها الكباريه والورديه كنا جينا في الوسط كان تطلع للسيس ما تلقاهوش تطلع للان كيف كيف المشاكل الاخرى في المترو والله ما عندناش مشاكل في المترو نحكي على مثلا سرقه براكاجات انا ما باش نبدو واضحين انا بعمري لا تعرضت للسرقه لا براكاج لا حد شيء باش نبدو واضحين ما نعرفش مواطن اخر ولا مواطنه اخرى ذيك حاجه اخرى نحكي على روحي فهمت؟ انت بالاساس تحب تحكي على الروتار معناها نحب نحكي على الروتار اما ياسر بربي يرحم والديكم يا وزير النقل ولا وزيره النقل شوفوا لنا حل يرحم والديكم بخلاف الروتار نحكيو على مثلا الاكتظاظ في المترو اكيد اخي مترو باش يقعد يعمل روتار يقعد ساعه ونص باش يزي سي نورمال باش العباد الكل تتكدس على بعض وما نحكوش على الروايح ما نحكوش على الراجل يلصق المراه ما نحكوش برشا حاجات معناها ثم حاجات ما غير ما نحكوها هي باينه فهمت توا تصور انت انه برشا نساء قاعدين يتعرضوا للتحرش من سبب معناها سبب الاكتظاظ في المترو اكيد اما ما يحكوش ثم نساء ما يحكوش تقول لك فك عليا من المشاكل ومن الفضايح ترضاها في روحها وما تتكلمش وبرشا برشا قدامي ما يحبوش يتكلموا وهذا ناتج على الاكتظاظ وعلى الروتار زاد اكيد وعلى الروتار كل كي نجي نشوف راه الروتار هو سبب المشاكل الكل كان جاي كل ربع ساعه يجي مترو راهي المراه والراجل اولا بعاد على بعضهم شويه وثانيا رانا نوصلوا امورنا واضحه لخدمتنا رانا نوصلوا تعبين لا شقيين نوصلوا ما شاء الله علينا نخدموا وننتجوا الحمد لله فهمت مدام يعني توا ولا الروتار بالساعة بالساعة ونص أنا نقول لك نستنى في المترو من السبعة جاي ثمانية وربع احسب أنت وحدك يعني حتى باللي باش تخرج أبكر ديما فما ديما روتار كيف اليوم مثلا خرجت من الدار الستة وربع وقتاش وصلت للخدمة ثمانية ونص هي روتار هي روتار وفي بالك انا يرحم والديهم نتاع النقل في تجيم سورتو الكيران يرحم والديهم قاعدين يقوموا بمجهود ياسر جبار كل ربع ساعه تجي كار انت ما تخوش الكار ناخذ المترو وناخذ الكار يرحم والديهم من المترو راهو لا علاقه والله بالحق تعبنا المواطنين زاد يتشكوا من الكار نحكي على روحي انا خاطر يعني انا نحكي لك انه كيما انت معناها كيما فما برشا يشكاو من المترو
في الروتار الاكتظاظ يلخ كيما فما. سامحني اما مش كيف المترو، اجي انت على عين المكان وشوف، راهو ياسر يقعد بالساعه ونص، راه مش كيف الكار مثلا تعمل روتار بدرج درجين، اما راهو المترو ياسر، راهو ياسر ساعات حتى كي يبطا فما شكون ما ينجمش يطلع يركب تلمو معبي حتى كي تمشي تسال الكاشي يقول لك ما نعرفش، ديما ما يعرفوش، ديما ما عندهمش فكره، ديما ما يعرفوش. اما نقول له وقتاش يجي المترو يقول لي ما نعرفش، مدام ما نعرفش سينو برا خذ تاكسي، يحكي معك هكا. رئيس المحطه اللي في الجيشية نعرف عليه، انا رئيس المحطه. انا ما فما رئيس المحطه في رئيس المحطه، انا نحكي اللي في الجيشية اللي ياخو تساكر هذيك نحكي عليه، اما ما نحكيش على رئيس المحطه بعمري لا ريتو، معناها ما يهبطش يعمل كنترول على المترويات والواحد، فهمت؟ هذا يعني انه ما فماش رقابه؟ اكيد ما دام ما فماش رئيس المحطه سي كيفي ما فماش رقابه. قال لك الاخ قبل، اما والله تعبنا، والله تعبنا بالحق، يرحم والديكم شوفوا لنا حل. انا نوجه هذايا سيرتو رئيس الجمهوريه قيس سعيد، شوف لنا حل في المشكله هذايا. مدام المشكله هذه واحنا تو نحكيو مازلنا في العطله الصيفيه المدرسيه، كي نحكيو على الموسم الدراسي واحنا قادمين عليه ديجا. الله اعلم عاد، شوفي عاد باش يصير فينا وقتها، يعلم ربي. قالت امي يصير فيك الممسخ بنيتي. يرحم والديها في الكلمه. والله. انت عندك صغار كيقراو؟ اي عندي اربع يقراو ما شاء الله. عام ناول نحكيو على القرايه العامله. ربي ولادي يقراو بحذا المكتب، معناها الليسي بحذا المكتب، الكوليج بحذا المكتب، والمدرسه بحذا الدار. بحذا الدار معناها. بحذا الدار. سينو نصور باش تكون انا ولادي. سينو راني تعبت انا ولادي. لكن نحكيو تو على النقل الخاص كيما مثلا تاكسي. التاكسي مثلا كيف تو ما تلقيهاش، مثلا تاع في القايله ما تلقيش تاكسي، كوش العشيه يخدموا لك شويه. ثم اوقات اوقات. اي ثم اوقات اوقات. واللي ما عندوش حق تاكسي اش يعمل؟ يروح على ساقي ولا ياخذ المترو. ما يلقاش المترو يروح على ساقي. قداش من مره روحت على ساقي؟ سؤال خطير هذا تقريبا. خطير برشا، 10 مرات. 10 مرات. من برشلونه حتى للكباريه روحت على ساقي. كي تيحوا المترو اون با، اما هكايا لا، كي تيح المترو اون با ترى سنين مش على ساقي. باش نخليك الكلمه الاخيره مدام، شنو تحب توجه للمسؤول؟ قلت لك نوجه النداء نوجه النداء للرئيس الجمهوريه يحكي مع وزيره النقل ولا وزير، شوف لنا حل في الان والسيس، يرحم والديكم.